محافظ صلاح الدين يعلن نقل السياج الأمني لمدينة سامراء بما يؤمن فرص إسكان وتنمية واسعة في القضاء. أهالي تكريت يستغربون تفشي ظاهرة المتسولين السوريين وارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية. ترجيحات بعقد قمة موسعة لقادة الأحزاب السياسية للتوافق على رئيس جمهورية جديد ومنع مفاجآت الفراغ الدستوري وقانون الطوارئ. هجوم الاثنين الكبير على أربيل يضع العلاقة مع إيران على صفيح سياسي وبرلماني ساخن، والزامل يصفه بمثابة استهداف للعراق بأسره.